علي زين قلبك في دار وحنين شو بونس اتوا شي بونس شي بونس يا عمري مازال نبغيك الأصل والموبليك ما قريت الأصل والموبليك لا ماشي الأصل والموبليك الأصل والموبليك واش معنى هي ما عندها تا أصلا مع سما شاولة داخلة في المعنى هكا معنى تاع التقاليد تاع الراي سمحتني تسمى الأصل والموبليك من التقاليد تاع الراي واه من التقاليد تاع الراي السلام عليكم انا ولينا لكم مع حلقه جديده تاع حكايتك حكايه اليوم رانا فوق جمل نحوسوا على عباد في الصحراء باش يحكوا لنا حكايات جيبوا لنا برك الماء وتبعونا غادي نحكي مع الاخرى تاع تاع حكايتك حكايه يوم الجمعه خرجوا ريام اليوم الجمعه خرجوا ريام اليوم الجمعه خرجوا ريام دابا هذه تاع معطوب خضر قالك واحد طنح تاع شوله ماسو يطير يطير تاع شوله يطير 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 ما تامنش يبني يطير يبني يبني غايه خضر عرضه واحد وهراني قال له بلي قالوا لي بلي انت ماسو شوله تبني غايه قال له بني لي سكنه اللي شوفها حال فما داك الطنح قال له ما كاش مشكل قال لها ما كاش مشكل قال لها ساعه عطيني واحد الفانجور ولا طاه فانجور بنا له السكنه تاعها صاي جا داك الوهراني مسكين جا داخل كيما هكا قال لها هذه هي سكنتك شاد لها في ميزك قال لها الباكو تاع الدخله من الفوق قال لها شو هذه قال لها بغيت ليش تشوفها حل فما قال لك واحد النهار هذه المره دير بزاف بطاطا واش دار بزاف بطاطا قال لك هذا واحد جزائري قردت له 100 دور وسدها 3 مين ايا راجلها قال لها كنت تزيدي ديري بطاطا قال لها غادي نطلقك مي جات داخله قالت لها راني داير بطاطا يا نمثل امثل امثل قال لك خطره زوج يشوفوا في المرايه وقبل المرايه قال يشوف قال هادو الزوج راهم يشوفوا فينا قال هادوك نوض نهضر معاه ونجي اي مي جانا سي بنات قال سي بو راه جاي ريح ريح قال لك واحد دخل الريستورون قال له بلي دير لي فريت اومليت بالبيض واه 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 دوزيام قالك بلي واحد كان يمشي ايا من عيا ولا يجري قال الخطره هذا واحد مشوف المرته الكحله قالك من قوت لي ما طاقتش كيما هكا مشات لعندها قالت لها كان زوج شيطان خير منك قالها عيب واحد زوج اختها هذا واحد سمو مفتاح مات ايا غاشيه ما بكاوش عليه كي سقسهم قالوا على ما بكيتوش عليه على ما بكيتوش عليه ايا قالوا له عندنا الدوب قالك واحد السيد عنده معزه كارها حياتها ما تاكل مليح ما والو يعطيها النيل والكرتون المهم قيسر لك عليها واحد النهار طلبت ربي قالت يا ربي ان شاء الله يبيعني هذا السيد داها للسوق قال لها واحد السيد قال لها شحال دير قال لها 100 ديمين قال لها تبيعها ب 100 ميل قال لها والو جا ماشي زقات لها المعزه قالت لها نزيدك ديمين غديني قال لك واحد النهار واحد دا مرته راح يشيل لها صباط هيا دخلوا عند مول الحانوت قال لها خويا عطيها تقيس عطيها واحد بوينتور 38 تقيسه هيا قالت له عطيني بلي طالون قال لها لا مد لها بلا لي طالون اي تقول لها لا ني باغيتها بلي طالون نقول لها لا عطيها بلا لي طالون هذاك هبلوه تنالفا قال لها شري لها بلي طالون وهي راح تلبسه تاك راح تلبسه قال لها لا باسكو ماشي تاك راح تنضرب به قال لك واحد الخطره طبيب ارسل لحبيبته بريا هيا داتها الفرماسيه باش يقراها هذا الشاف العسكر استفهم كاع وسقساهم بالواحد بدا مع الاول قال لك يسموك قال له سمو قدور قال له شيري ديري بين يديك على المكحله قال له مكحله ضربه بصفعه قال له قول هذه مرتي مي سقسا الزوج تيمو اللي كان خايف قال له شيري ديري بين يديك قال له مرت قدور قال لك خطره واحد راح يخطب وحده ايا كي راح يخطبها كي جا داخل سقساه بوها قال له شنو تخدم قال له جانا طبيب قولي لنا ثلاث خطرات لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام تعرفيها لحم الحمام حرام وحلام الحلام حرام الحمار حرام والحمل
عاود لي معليش. لحم الحمام حلال، لحم الحرام لحم حمار حرام. لحم حمام لحم حمام حرام، لحم حمار حرام. لحم الحلال حمام حلال؟ لا، لحم الحمار حلال. أستاذ قال التلاميذ تاعها رسموا لي رسم حر. أي واحد التلميذ قعد له ما رسمش. من جا الشيخ صاب ورقة بيضاء قال له أنت اش رسمت؟ قال له رسمت بقرة وحشيش. قال له حشيش وراه؟ قال له كلاتها البقرة. قال له البقرة وراه كلات وراحت. غنينا تاع العنقة، تاع العنقة. سبحان الله يا لطيف. جوج ما العنقة هو معطوب، وحدة محنية بالحنان والأخرى متوجهة للبحر. سبحان الله يا لطيف. قال لك الخطرة واحد صلع دخل الحمام زلج طع على راسه عاود زلج راه دخ. وا 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 استيفان لوي اي استيفان لوي اي استيفان لوي اي استيفان لوي. ميرسي لالجيري سي تان لالجيري لي فلور اي لي بلان اي لي نوار لالجيري توس لي كوبيزون اي لي كاسكيت دو لا با بلاندي. قال الخطره هذه وحده شويه مقلقه كيما كان عندها ستراس كترقد مع راجلها كيما هكا سمعت الحس. قلت له نوض نوض يا راجل راه كاين الحز. نوض كيما هكا شاف ما جبر والو عاد مشى عاود رقد. قلت له نوض يا راجل راني نسمع الحز. قالها شو قالها ما تكونكش مقلقه. قالها ديجا الخاين كي يدخل للدار ما يديرش الحز. قال لك ولا رقد عاود دي مينوت كيما كان وضعته. قلت له نوض ما كاش الحز. 29 اليوم هو عيد استقلال تاع بلاد في افريقيا غومبوريا ديا على بالك بها. هذه قنبوريا تسمى انت دوكا واش تقول للشعب القنبوري هكذا واش تقول له تسمى على عيد الاستقلال قول لهم صح. قول لهم لا يحمشوا هذا اللي ماتوكا الشعب القنبوري والشعب الجزائري خاوه واش هي هذه قنبوريا. هذه جايه في حكايتك حكايه. قال لك واحد الخضره كانت كاينه حفره في دخلت على بلجيك. قال لك واحد المره واحد زرق فرنسي جاه صاحبه قال لها كيف نقولوا سهله مهله بالفرنسي قال له فاصيل ماسي. كما هكذايا شوفي ليك دوكا وقولي حكايتك حكايه. حكايتك حكايه. حكايتك حكايه صاحبي ولا خاي ولا خويا كيف كيف. حكايتك حكايه شبا نقول لك اي حكايتك حكايه. حكايتك حكايه. واو 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 استيمال حكايتك من حكايه. ايوا حكايتك من حكايه. حنا ولاد الجزائر كله باهيه وطالعه خضراء حمراء بيضاء علام الجزائر هو اللي مرفوحه. يحيى البالو يحيى الكره الرجليه باللومي هو اللي يديها معسكر ركبيه هي خيارها. Thanks again.